في سؤال مهم كمان جدا عن الاتحادات الطلابية، وأنا أعتقد إن لأ طبعا الاتحادات الطلابية، اتحادات الطلاب هي مؤسسات رئيسية في الجامعات، ولابد من اتحادات طلابية أو كيانات قريبة حتى لو اختلفت المسميات من جوهر اتحاد الطلبة. اتحاد الطلبة هو هيئة منتخبة، مؤسسة منتخبة بينتخبها الطلاب عشان تقوم بمجموعة من الحاجات. أولا تمثل مصالح الطلاب بصورة منظمة، عشان انتوا كطلبة ليكم مصالح زي ما الأساتذة ليهم مصالح، وتمثيل يعني انا لو حطيت اتحادات الطلاب في مشروع وبرنامج الحزب الجديد اللي احنا بنعمله، هتكونوا كلكم بقى ناخبين محتملين، صح؟ فده تصويت واضح. لا، اتحادات الطلاب وظيفتها او الكيانات بمسميات مختلفه اللي بتعمل وظيفه اتحاد الطلبه هي: واحد، انها بتعبر عن مصالح الطلاب. 2، انها بتشترك مع الهيئات الاخرى اللي بتدير الجامعه، اللي هي الاداره، اللي هي الاتحاد، لا بتشترك مع، فانتوا لا مهتمين لا بدستور ولا انتخابات ولا برلمان، المسألة هي اتحادات الطلبة، صح؟ فبرلمان متوازن ولا غير متوازن مش فارقة. جماعة اخوان عاملين نتكلم عنها بقالنا نص ساعة في الآخر، ما هياش مهمة أوي. طيب، فيبقى بصوا، فمفروض انها تشترك، الوظيفة التانية انها تشترك في إدارة شؤون الجامعة بصورة منضبطة، بصورة قانونية، ليها لائحة وليها اعتيادية، يعني بصورة دورية تشترك في إدارة الجامعة مع الكيانات الأخرى اللي هي المانجمنت، الإدارة، اللي هي الكيان اللي بيعبر عن الأساتذة اللي هم قائمين على التدريس بكل مستوياتهم، واللي بيعبر كمان لو في الجامعات، أعتقد ده في الجامعات، اللي هو الجهات الرقابية، كل جامعة ليها جهة رقابية بتراقب على الجودة التعليمية، مفروض تكون موجودة. فاتحاد الطلبة لازم يكون عنده وظيفة تانية اللي هو بيشارك في إدارة شؤون الجامعة. اتحاد الطلبة عنده وظيفة ثالثة، هو ان هو بيحاول يكون آلية او وسيلة للتفاوض لما بتختلف وبتتعارض المصالح، لان ده جوهر الفكرة الديمقراطية، ان في آليات للتفاوض. فلما يكون عندي اتحاد طلبة منتخب، لازم يكون منتخب طبعا، منتخب من مين؟ اكيد منتخب من الطلاب، اكيد. انتوا عندكم اتحاد طلبة حد بينتخبه؟ تمام. طيب مجموعة دي شكلها مهتمة باتحاد الطلبة، انا ابص هنا بقى شوية، فانتوا اهدى. فاتحاد الطلبة لازم يكون طبعا منتخب، واتحاد الطلبة بيكون لما بتختلف الرؤى وبتتعارض بيعمل شيء من الأمور الطبيعية في أي ممارسة ديمقراطية، هو التفاوض. فبيتفاوض بصورة منظمة، وبيتفاوض بصورة سلمية، وبيتفاوض بصورة هادئة، وبيتفاوض بصورة، وأعتقد ده مهم لينا كلنا في مصر، بصورة تنطلق من إن مش معنى التفاوض إن أنا كل مطالبي بتتحقق. في مشكلة دلوقتي في مصر إن في قطاعات واسعة بره الجامعة، بقى في قطاعات واسعة من عمال ومحتاجين ومتظاهرين بيتفاوضوا، بس التفاوض غير مقبول الا لو جاب كل اللي هو طالبه. ده ما بيحصلش. في تفاوض له سقف، له اطار، في مساومه، في شويه مطالب بيتحقق، شويه بعدين، شويه ما بيتحققش. فلازم شيء من اشياء من شيء من الانفتاح في اداره العمليه التفاوضيه. لكن دي وظائف اتحادات الطلبه اللي هي مهمه جدا في الجامعات. وانا رايي الجامعه مكان زي ما قلت ان احنا بنتعلم القدرات النقديه، وبنتعلم مجموعه من الادوات، بنتعلم نكون مواطنين مشاركين وفعالين. وتعليم المشاركة قيمة، أعتقد له علاقة كبيرة بوجود اتحاد طلاب منتخب، له الوظائف اللي أنا اتكلمت عنها.